متجر طلاء تام. يوم آخر يمر وعملية إطفاء أخرى. خبير متمكن فرانك، من المؤكد أنك تشعر بالتعب بعد كل ذلك فرانك. لقد حصلت على راحة باقي اليوم. ممتاز، أنت تستحق ذلك. مرحبا صغيري فرانك، هل تنتظر والدك؟ لقد كان شجاعا جدا اليوم وقام بإخماد حريق كبير في البلدة. لقد حضر الآن، كله مغطى بسواد الدخان. كم هذا جميل! الصغير فرانك يساعد في تنظيف والده. أحسنت عملاً صغيري فرانك. ماذا تخططان أن تفعل باقي اليوم؟ ستنطلق إلى متجر طلاء توم للقيام بعملية طلاء؟ مذهل! ماذا عنك صغيري؟ حسناً، بما أن المدرسة في عطلة يمكنك الذهاب مع والدك. مرحبا توم، كيف حالك اليوم؟ لقد أخذ فرانك باقي اليوم إجازة فحضر للحصول على مظهر جديد. والد الصغير فرانك أخمد للتو حريقا كبيرا في مدينة السيارات. فرانك بطل حقيقي. هل أعطاك هذا فكرة عن شخصية مناسبة لفرانك؟ ممتاز، شخصية باتمان مناسبة جدا لفرانك. هذا اللون لبشرة فرانك بالتأكيد. اللون الرمادي الرشاش يبدو مناسباً للطبقة الأساسية. ذاكرتك جيدة توم، هناك صورة خفاش على ملابس باتمان، هل لديك لاصق لذلك؟ رائع، لكن توم هذا اللاصق فارغ، أليس لديك أي شعار خفاش مناسب له؟ هذا لطف منك. الصغير فرانك يقول أنه سيقوم بطلائه بينما تنهي عملية طلاء والده. يفضل أن تحصل على بعض أقلام الرصاص للاهتمام بالرسمة لوالدك. عليك أن تكون فخوراً بابنك المتعاون فرانك. حان وقت طلاء الطبقة الأساسية فرانك. فكرة رائعة! صغيري فرانك، يمكنك طلاء شعار الخفاش بينما توم يحضر بعض الإكسسوارات. Oh.
صغيري فرانك، توم يقول أنك مساعد جيد حقاً ورسام مميز. ماذا هناك توم؟ هل لديك فكرة أخرى؟ فكرة رائعة، يمكنك تحويل صغير فرانك إلى مساعد باتمان روبن. لنقم بطلاء الطبقة الأساسية صغير فرانك. صحيح توم، روبن يحتاج شعاراً أيضاً. هل تريد عمل شعار صغير فرانك بنفسك أيضاً فرانك؟ يبدو أن صغير فرانك قد ورث مهارة الرسم من والده. الآن حان وقت بعض الإكسسوارات. ماذا لديك في جعبتك توم؟ جميل، بعض أحزمة الأبطال. هل لديك أردية لباتمان وروبن توم؟ يا لجمالكم يا رفاق، أليس كذلك توم؟ تعتقد أن هناك شيئاً ينقصنا؟ لنرى ما في جعبتك، ربما ما زال شيء لديك. بالتأكيد، يحتاجان أقنعتهما. يبدو أن المظهر الجديد جاهز الآن. لقد قمت بعمل رائع توم، يبدوان تماماً مثل باتمان وروبن. الآن بإمكانكما حماية مدينة السيارات مع بعضكما. أتمنى لكما يوماً سعيداً يا رفاق، وشكراً على كل شيء توم. مرحباً كارل، تبدو رزيناً اليوم، ماذا هناك؟ أوه، أنت ذاهب لزيارة توم؟ توم، هي توم، هل أنت هنا؟ صباح الخير، وأهلاً بكم في متجر الطلاء جميعاً. توم، كارل يريد أن يظهر مثل باتمان، هل يمكنك مساعدته في ذلك؟ نعم توم، لنبدأ بالطلاء الرمادي. ماذا سنفعل الآن توم؟ أنت محق، سنستعمل الفرشاة الكبيرة. واللون الأصفر. هذا حزام أصفر رائع توم.
ماذا هناك توم؟ خفاش، ممتاز. وقناع باتمان. شكرا جزيلا توم، نراك في المرة القادمة. مرحبا صغيري فرانك، ما سبب كل هذا الحماس؟ أوه، ألاحظ ذلك، إنه يوم الجرو وتريد أن تجهز نفسك لذلك. ما رأيك أن نتجه إلى متجر طلاء توم لتحصل على مظهر مناسب لهذا اليوم؟ حسناً، هيا بنا. مرحباً توم، هل تقوم بتنظيم أوعية الطلاء؟ تبدو مرتبة جداً. أوه يا إلهي، صغيري فرانك، لقد وصلت هنا. بابا، توم، الصغير فرانك يريد أن يتحول إلى جارو بمناسبة يوم الجارو. حسناً، ممتاز. إلى أي نوع جرو تريد أن تتحول صغيري فرانك؟ أوه، الصغير فرانك يريد مفاجأة توم. مذهل، لنبدأ العمل. من الجيد أنك قد قمت بتنظيم أوعية الطلاء توم. حسناً، إذن أنت جرو لونه أبيض الآن صغير فرانك، هذه أول إشارة. هل ستستعمل اللون الوردي لعمل فم الجرو للصغير فرانك؟ هذه فكرة رائعة. أتساءل إلى أي نوع جرو يتحول صغير فرانك؟ إنك تبدو جرواً جميلاً، كما أنت جميل أصلاً صغير فرانك. ماذا الآن توم؟ واو، انظر صغيري فرانك، إنك جارو. الصغير فرانك يتساءل إن كنت قد قمت بتحويله إلى هاسكي أبيض توم. لا صغيري فرانك، إنه ليس جارو هاسكي. توم لم ينتهي بعد من عملية تحولك. Huh?
هل عرفت أي نوع جرو قد تحولت إليه الآن صغيري فرانك؟ أنت محق، لقد تحولت إلى الجرو المرقش. لقد قمت بعمل رائع توم. الصغير فرانك يبدو مثل الجرو المرقش تماماً. أنت جاهز للانطلاق للعب في يوم الجرو صغير فرانك. واو، احذر الصغير فرانك، إنه جاري سيارة السباق. هل شكل الصغير فرانك الجديد جميل جاري؟ هل تريد أن تتحول إلى شخصية مناسبة ليوم الجرو أيضاً؟ هذه فكرة رائعة صغير فرانك، جرو الهاسكي قد يناسب جاري. حسناً جاري، اذهب للحصول على مظهر جرو الهاسكي ونراك لاحقاً. شكراً توم، نراك في المرة القادمة. لقد هرب جاري. هل لديك خطة للإمساك به؟ متجر طلاء توم؟ الرجل الخارق، صحيح؟ يمكنك استعمال قدراتك الخارقة للإمساك بجاري. مرحبا يا رفاق، هل يمكنكم مساعدة مات؟ يريد أن يتحول إلى الرجل الخارق. هاي مات، مستعد للبدء؟ ماذا سنفعل أولا توم؟ نظارات واقية بالتأكيد. حسنا، لنبدأ الطلاء. أنت محق، الرجل الخارق يكون لونه أحمر. تبدو جميلاً. ماذا الآن؟ أنت محق صغيري توم، نحتاج لوناً أسود الآن. الفرشاة الصغيرة للتفاصيل. مات يبدو مذهلاً. هل انتهينا؟ بقي شيء واحد، أتساءل ما هو؟
جميل جدا. أعتقد أنك جاهز الآن مات. شكرا لمساعدتكم لنا يا رفاق. مات يبدو رائعا، أو يجب أن أقول خارقا. واو، قوة خارقة، تماما مثل الرجل الخارق، لكن لماذا تفعل ذلك؟ أوه حسنا، سأنتظر لأرى. مات، ها هو جيري، لو أسرعت فستمسك به. واو، سرعة خارقة. أمسكنا بك. إذن من أجل ذلك نقلت الحاوية. لا أريدك أن تعبث مع مات اليوم جيري. حسناً، نراك لاحقاً.